تعال بقى نروح لفقره النوستالجيا اللي احنا كنا قلنا للناس عليها. ايوه طبعا احنا كنا قلنا لكم في الحلقه بتاعت امبارح ان احنا ان شاء الله في كل حلقه من حلقات البرنامج هنستعرض معاكم ملمح من ملامح الزمن الجميل. الملمح ده ممكن يبقى صوره فوتوغرافيه، ممكن يبقى جزء من مباراه، ممكن يبقى فيديو، ممكن تبقى حدوته من حواديت الزمن الجميل. النهارده هنتفرج معاكم على صوره لطيفه جدا، صوره تكاد تكون نادره من نجوم النادي الاهلي سنه 1978، والصوره دي متاخده من بطوله كاس مصر بيظهر فيها كابتن زيزو مع كابتن مصطفى يونس، وطبعا بيتوسطهم الكابتن صفوت عبد الحليم. ودي كانت في نهائي كاس مصر سنه 1978، كانت مباراه تقدروا تقولوا ان هي ما زالت عالقه في يعني في اذهان جمهور النادي الاهلي الى يومنا هذا، وانتهت بفوز الاهلي باربعه اهداف مقابل هدفين. وعايز اقول لكم بالبلدي كده الماتش ده ليه حدوته كبيره خالص، ان هو كان وضع لوحده الحقيقه. بص بقى انا هقول لك، يعني انا فاكره وقتها القصه شويه، ان المدير الفني في الفتره دي اللي كان مدرب مجري اعلن عن غياب طاهر الشيخ لو تفتكر، محمود الخطيب، واحتفظ بيهم كان على دكه البدلاء، وكان الناس كلها مش فاهمه ليه. والمباراه بدات لما جت الدقيقه هنا كانت تقريبا ال70، والاهلي مهزوم، كان مهزوم وقتها بهدفين لهدف. المدرب بقى قام بالدفع هنا بالثنائي، كان الخطيب وطاهر الشيخ، وبالفعل قدر الخطيب والشيخ ان هم يقلبوا تماما النهائي على الزمالك راسا على عقب، واحرز الخطيب هنا هدفي التعادل للنادي الاهلي. فيعني بصي ده زمن تاني خالص، بلعيبه تانيه خالص، ايه ده؟ يعني سبحان الله. بصي عارفه ان هو في مصر دايما كل ما بترجعي بالزمن لورا كل ما بتاخدي جمال اكتر، على صعيد البشر، على صعيد الدنيا نفسها، الشوارع، المباني، العلاقات ما بين الناس. بس وطبعا بس اقول لك على حاجه يا كريم، اقول لك على حاجه، انا يعني دي وجهه نظري، انا بحس ان انت بتتكلم صح. زمان كان في رقي الى حد كبير في التعامل، في فتره كده غابت مننا بعض المبادئ، او يعني الدنيا وحشت شويه. بس انا بحس دلوقتي ان انت راجع لزمان، او راجع للفتره اللي هي كانت مصر فيها افضل من ناحيه كمان الاخلاق، من ناحيه التطوير، من ناحيه علاقاتك بالعالم. يعني انا دي وجهه نظري، انا حاسه كمان داخليا احنا ابتدينا شويه نتغير، لان انت ابتديت تهتم بقضايا او بفئات، الفئات دي كانت محدش بيبص لها. صحيح. الفئات دي مش هقول مهمشه فقط، لا هي ما كانتش تقريبا في الحسبان. فانا شايفه ان احنا ربما نكون ماشيين في الطريق اللي هو كان افضل زمان، بس أتمنى بالعصر اللي احنا فيه. اتمنى، لان زمان ده اللي احنا بنتكلم عليه هو الاصل بتاع المصريين. على فكره احنا عندنا مجموعه من الخصال والطباع والعادات والتقاليد طول عمرها بتميز مصر والمصريين، فمش لطيف ابدا ان الحاجات دي تتغير. يعني دي اساسيات ما ينفعش يتلعب فيها باي حال من الاحوال.